مرحبا. اليوم نحن نعمل مع بعض طحينية. أحيانا بتعرف بيكون عنا طحينية بتخلص من البيت فجأة، فممكن نعملها نحن بنفسنا بالبيت. رح نستخدم فيها السمسم الأبيض، ورح نستخدم فيها زيت نور دوار الشمس اللي هو خالي من الدهون المتحولة. تمام، أول شيء رح نحمص السمسم. أنا رح أعمل كمية بسيطة لأنه أنا أوريدي عندي طحينية، بس بدي أعلمكم كيف بنعملها. تمام، بحمص هالكمية، بس بدي ضل حرك فيها لتاخد لون كلها مثل بعضها. إذا تركتها شي رح يتحمص معي وشي لا غلط. تمام، نضل نحرك فيها لكله يتوحد بنفس اللون. أنا هون بس عم خليه يستوي تقريبا، يعني أنا إذا بدي طحينية بيضة بدي خليه محافظ على لونه الأبيض، بدي طحينية شوي غامقة بحمصها زيادة، يعني كل واحد حسب ما بيحب لون الطحينية تبعته. أنا بالنسبة لإلي بحب لون الطحينية يكون أبيض، فححمصه شوي بس إنه يستوي، ولح حطه بالخلاط. بالنسبة لإلي هيك صار، حطيتهم أنا هون بالخلاط. لح صير ضيف الزيت شوي شوي من هون على حسب أنا ما بدي الكريم يكون تقيل، بدي كريمي بدي سائل، كل وحدة على حسب ما بتحب الطحينية تكون معها. تمام، رح ندور الخلاط. لحظة نحط شوية زيت قبل ما يطيروا علينا. ندور الخلاط، رح نضيف أنا هوني شوية ملح لتعطيها بس ملوحة صغيرة، بدل ما أنا أطبخها وأضيف لها ملح بكون ملح فيها أوريدي. لو تشوفوا بس ريحته شو طيبة. يلا شيليها، هيك بكون خلص عنا. رح نحطه بالمرتبين نصبه. شيليلي هذا بليز، مثل ما شايفين رح صبه بالمرتبين بهي الطريقة، يصير عنا طحينية جاهزة شغل بيت كتير طيبة، ما فيها مكونات ولا أشياء صناعية، بس يحبذ إنه ما يقعد طبعا كتير، كنت تستخدميه أول بأول. تمام، لأنه ما في مواد حافظة وما في شيء. هيك صار جاهز عنا طحينية. لخليها مفتوحة شوي عشان السخنة يطلع الهواء منها، وبعدين بسكرها. يعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.